السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أتمنى أنكم تكونوا مزيان وأتمنى أنكم ترحمونا الوالدين وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه بيجو 207 بحالها بحال 206 نفس الموتوريزاسيون ديالهم. اللي بغيت نتشارك معكم هو في الديراطاج تولي الطوموبيل تديراطي، ما تبغيش تزيد لك تتسكت لك، ديراطاج ديال بصح ما تبغيش تزيد لك. عليك بواحد الحاجة، أول حاجة تجي تقلبها فيها، كتجي كتحيد الكوس، كتجي تتحيد هذا، كتعاود تزيد تحيد هذا. يعني هادي عندنا البواتشي جوستيو موتور، كالكيلاتور جوستيو موتور، كتحيد هذا حضيو منه. هذا الاخوان تتلقى فيه الماء، تيوقع لي كود سيركوي. الماء منين تيجي هنا فين غنعرفو؟ هنا نورمالمون في هاد 207 راه كتكون عندنا فيها واحد البواتشي، واحد الكاش بوسيير، راه كيكون داخل هكا سكر، هما الودينات ديالهم كيكون داخل هكا. عندك هذا المشكل اللي كان وقع ليه قبل، حتى هو كان كيدخل ليه الماء حتى تصدات ليه واحد السنه وهي تهرس ليه، مهرس عليه سنه تمايا. كنجيو حنا تنحلوا البواتي، تندوزو ليها خيط من هنايا ديريكت لداخل من البواتي، يعني وكتيسر الامور بلا ما يبدل البواتي ديالو. وعندك الماء منين تيجي كيقولوا لنا مشتا ولا شي حاجه، ما عندش الماء منين يدوز من هنايا. لا بريسيون ديال لا سوند دو تمبيراتور دي كي دو فرواديسمون، يعني كابتور ديال الماء اللي كيعبر لا تمبيراتور ديال الماء هو اللي كيجي في الكان ديالو تيجي الماء. يعني الكابتور تيوقع فيه مشكل، ديما عقلوا على هذا المشكل في البيجو. عندك كابتور ديال الماء، حتى هادي جات عندنا اصلا على وديت الكابتور ديال الماء، حتى هي غادي جات تبدل ولات مزيانه دابا امارش. عندنا هادي الكابتور ديال الماء، فاش كيعيا كيولي يدخل فيه الماء، الكابتور كيولي يدخل فيه الماء تيخرج ليه من الخيوطه ديالو، يعني تيمشي مع الكان. الكان شنو نقول لكم شنو هو الكان؟ الكان هو هاد، يعني هاد الغشاء اللي كيكون فوق السلك، كيبقى غادي معاه الماء. كتقول انت الماء راه كيدخل من هنا، راه ما كيدخلش من هنا، وحتى كيخرج ليه من هنايا وكيهبط لهنايا وكيدير لك التبرزيط. نتمنى هاد المعلومة تكون وصلتكم. هادي راها محمقة بزاف ديال الناس، ديراطاج بزاف ديال الحوايج، تهرسوا ليه السنان هنايا، تيصدق شاري كالكيلاتور. يعني الإخوان نتمنى أن هاد الفورماسيون فاتكم. المهم هاد المرة راه لقيتها في الترموستا، الفيش ديال الترموستا هو كيمخزز، شتوه؟ هو هاد الكريل الكبير، ماشي كريل، صفر نومات ليموني، هو هذا اللي هنايا، هو هذا هاد الغليظ، يعني في القنت هنايا، هو هذا في القنت هنايا. هاد المرة شوفوا ما لقيتوش هنايا في الفيش ديال لا تمبيراتور، غتلقاوها ديال الترموستا، هو هذا. ونتمنى انكم ترحمونا على الوالدين وصلوا على الحبيب، والله يسهل عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.